ومعانا اول سؤال من السيده ام احمد. سيده ام احمد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ فضل ونعمه الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه ان شاء الله، يجعل كل ايامنا ايام سعاده، وده شهر رجب، شهر النور يا والبركه. يا عم الشيخ، انا ست مسنه، ليا سؤالين عندك. اتفضلي. انا ست مسنه، بنتي بتساعدني وبتديني وتجيب لي حاجات وما بتقولش لجوزها، لو قالت له هيعمل لها مشكله. السؤال الثاني حضرتك معايا؟ سامع. بس هجاوبك بعد ما تخلصي. طيب يا حبيبي. ربنا يعزك. السؤال الثاني، انا لما بسمع الفجر اقول هقوم اصلي، بكسل والفجر ما اعرفش اصليه. ايه ذنبي انا بقى؟ وبنتي ابقى انا اللي حرام عليا او عليها هي؟ طيب معلش خليني اسالك سؤال يا حاج. هي اتفضل يا حبيبي. هي لما ربنا يزيدك حبا وفضل يا حاج، هو لما بي لما بي لما هي بتديكي الفلوس دي، بتديكي الفلوس دي يعني هي بتعمل ايه؟ بتوفر من الفلوس ولا جوزها اداها الفلوس؟ لا ولا بتقولي ده من مصروف انا. يعني هو بيديها مصروف خاص ليها هي. ايوه بتقولي ده من عندي انا. قالها يا بنت حرام الفلوس وكده واللي انت بتجيبيه. خلينا اجاوبك، دي حاجه مني انا يا ماما. خلينا اجاوبك على سؤالك. لا ده يجوز ولا فيها اي شيء، خلاص. هي طبعا بيبقى من الاحسن ان هي تقول له، لكن ده ذمتها الماليه المستقله، وهي ينفع ان هي تديكي من الفلوس دي وما عليهاش اسم. الامر الثاني في مساله صلاه الفجر يا حاجه، انت سنك كام دلوقتي يا حاجه؟ انا اقول لك ما تقولش لحد. لا مش هقول، هو بس كل الناس سامعاكي، بس ما فمحدش يقول حاجه. الله يخليك يا رب. انا 75. يا لسه شابه يا حاجه. فهو اللي حاصل. لا بقى خلاص يا بيه، بقى خلاص يا بيه. فاللي حاصل اللي حاصل يا عم الشيخ، الله يرضى عنك. فاللي حاصل يا حاجه، اذا كنت انت ناوية اصلا ان انت تقومي ولكن بيغلبك النوم، خلاص انت ليس عليك اسم، وان شاء الله صلاتك لما تصحي هي صلاتك دي، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب والفضل والنعمة، ومش عليك اسم ان شاء الله.